دور الشيطان، دور يلي بيفتش وين في فتنة وبيزرعها. هبلون الضيعة يلي هو بكل ضيعة لبنانية فيه مجنون الضيعة. ليلى بنت ضيعة، هي القصة أنه بنفس الضيعة في شارعين مختلفين. أنا من بأحد الشوارع بنغرم بشاب من الشارع الآخر. عمل لعب بالرمزية المهمة، رمزية الوفا للحب ورمزية الوفا للضيعة. يا خواجة أبو فضلو اسمع مني بطل اوعى تحكي فيها. هالمرة جاي الفولكلور مع عبد الحليم كركلة بسياق العمل ككل، يعني قصة ضيعة بلحظة من اللحظات بتكون بالدبكة برودة حبوبتي، بلحظة من اللحظات بيروح على المودرنيسم، على آخر ما وصل له الفن التعبيري الرائس في المسارح العالمية. وهي هون قيمة هالعمل الفني يلي قدمه عبد الحليم كركلة. والحضور المسرحي ببعلبك شغلة فظيعة، يا أنه هالقلعة هيدي يا بتمعسك يا بدك تكون قدها. محترفين جدا، يعني منهم ناطرين شهادتي، وبعتقد اسمهم لمع بالعالم يعني، وهذا من وراء الشغل الجد اللي بيقوموا فيه. في احترام لهالناس يلي زرعوا اسمهم بتعبهم بتعبهم، هالورش هالأفير النحل يلي بيغلي ليل نهار بكل تنويعه، بخشب الديكور، بالحداد، بالنجار، بالتياب، بكل شيء، بدك تحترمه لأنه هو المستمر. أنا بالنسبة لي كان شيء هيك فيه نوع من السحر. مين اللي بده ياخد مين؟ ومين اللي ما بده؟ يا عمي حدا بيتجوز حدا ما بيعرفه. لغة الرقص هي لغة عالمية، وعبد الحليم صحيح اخذ لغة صعبة، اخذ لغة صعبة، ولكن بقدر ما هي صعبة بقدر ما هي بتوصل عالميا أكثر من غيرها. يعني ما في الكلام عند عبد الحليم وبهذا العمل، يعني الكلام هو منه أكثر من محطة صغيرة تا عبد الحليم يقول اللي بده يقوله بالرقص. بالصين كانت القاعة يلي عم بنقدم فيها بتتسع يمكن لحوالي 4000 شخص، كان في 7 لبنانية عم بيحضروا والبقوي صينية. الموسيقى والرقص هن لغة عالمية، وأنا بعتقد من قيسك الواحد على حاله وقت ما نسافر ومنحضر مسرحيات خارج بلدنا قدام نتفاعل حتى لو ما منفهم اللغة. ويمكن أنا شخصيا حزت بقلبي أنه غياب والدتي اللي كانت ناطرة هالعمل من 3 سنين وكانت محمسة جدا تطلع تحضرنا، هي اللي ما قامت بأي عمل بمهرجانات بعلبك. هذا العمل سيكون محطة في تاريخ بعلبك، والسنة 50 لمهرجانات بعلبك هي محطة أكيدة بتاريخ بعلبك، وستؤرخ بعلبك قبل وبعد أوبرا الضيعة.